إن من توفيق الله عز وجل للعبد أن يكون ذا همة وحرص شديد على تعلم التوحيد والعقيدة، فإن هذا العلم أفضل العلوم وأشرفها، والحاجة تشتد إليه بما لا يخفى على الحصيف. إذا رأيت من نفسك حرصا على تعلم الاعتقاد الصحيح فاعلم أنك على خير. الاعتقاد الصحيح يؤدي إلى أن تكون صاحب قلب سليم، وصاحب القلب السليم صاحب القلب السليم هو الذي ينجو عند الله يوم القيامة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي أسلم لله وسلم وسالم، فتحقق بقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. لله رب العالمين لا شريك له. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم سلامة القلب ونجاة يوم القيامة.